لنعمل كيكة طبقات الشوكولاتة، كيكة الشوكولاتة رح نحتاج ل 2 كوب طحين، معلقة صغيرة بيكنج صودا، معلقة صغيرة بيكنج باودر، 3 أرباع كوب كاكاو، 200 جرام زبدة، كوب ونص سكر، 4 بيض، فانيلا، كوب ونص من المي السخنة. أما لكريمة بسكوت الشوكولاتة فرح نحتاج ل 12 بسكوتة شوكولاتة مطحونة، 400 جرام جبنة كريمية، ربع كوب سكر بودرة، كوب كريمة خفق أو كوب ونص كريمة خفق. للوجه بدنا بسكوت شوكولاتة، شوكولاتة حسب الرغبة، يعني ممكن شوكولاتة مذوبة. الكيكة إحنا مش هنعملها لأن لو عملنا الكيكة مش هنعمل غيرها. فالكيكة طبعاً معروف إزاي بتتعمل، كيكة الشوكولاتة. هنحط الزبدة بحرارة الغرفة، وبعدين هنخفق معاها السكر، وبعدين بنخفق البيض بيضة بيضة، وبعدين الفانيليا. برا بنخلط الطحين مع الكاكاو مع البيكنج باودر والبيكنج صودا وبنحطهم بالتدريج، واخر حاجة بنضيف المية السخنة. أوكي. وبنخبزها في صينية تقريبا 24، وبعدين على درجة حرارة 180، بتقعد تقريبا 45 دقيقة. أوكي. أوكي. طيب دلوقتي احنا هنعمل الكريمة بتاعتنا اللي هي عبارة عن 400 جرام جبنة، وهحط معاهم الكريمة السكر البودرة، وهحط كريمة الخفق، واللي دايما لازم تجيبوها تكون نسبة الدسم فيها 82% وسوري 32% وطالع، يعني ليه؟ 35% ممتاز عشان تتخفق. اوكي. لأن اوكي طيب انا كده خلصت خفق هنا، تمام كده. هاخد البسكوت بتاعي اللي انا طحنته، اوكي، وهحطه على الكريمه بتاعتي. ياي زاكي بتطلع. تمام، اخفقها بس كده كمان حته علشان ايه. بوحده؟ لا باثنين. بصير ترجعي تخفقيها بهاي؟ ما هي انا ما اعرفش ليش شلتها اصلا. مش عارفه انت. انا بحب بعد ما احط البسكوت اخفقها لانها بتجمد اكتر. يعني شوفي ازاي دلوقتي مع البسكوت قوامها بيسمك زيادة، شايفة؟ طيب أنا حطيت أول طبقة، هحط دلوقتي تاني طبقة. أهي، وبرضو هحط عليها هحط عليها بره. ممكن بس هو بالكيس بصراحة أظبط. هنحط كمان طبقة. منى الصباغ تقوم تفضلوا معي صباح وعاملة قهوة، يلا هينا جايين. يا عيني. ونحط الكيكة. ثلاث طبقات. ثلاث طبقات وكمان طبقة. كمان تحطي الرابعة؟ هنحط الرابعة. اوكي. بس هاي القطعة كيف بده ياكلها الواحد؟ هيك قدها خفيف. الكيكات العالية دي كتير طالعة موضة دلوقتي. طيب أنا بس هغطيها. اوكي. انت بدك تسحسل. بس بديش سحسل على الترابيزه زي ما عمل. يلا معلش ده غير مقصود، ده مش على الترابيزه. السحسله تكون على الكيكه. تحسله تكون على الكيكه. احلى شكلها. طيب ده لون ذهبي يا جماعه، كتير رائع رائع رائع.
وبيدي شكل، هو بيتاكل اصلا بيدي شكل رائع للحلويات بتاعتنا. شايفين اللمعة؟ مش طبيعي. شوفوا هعمل ايه دلوقتي. ذهبي ذهب. بصي هذه الكيكات اللي بمية الذهب. شوفي الجمال. شوي غادة بقولك رشي عبد الله. اسمعي، حاسة ان انا في أليس في بلاد العجايب. والمزيكا كمان كده مدياكي احساس بال، شايفه شو حلو شكلها وهي بتنرش، بجنن. شكرا على المتابعة، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد.